أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. حكاية طريفة وردت في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حول هذا البيت. تأملوا معي في جماليات الشعر وآثاره. أبو حنيفة وجار له كان يغني بشعره. استمع واستمتع مع قصة هذا البيت. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يغني، فكان إذا انصرف وقد سكر حد الثمالة يغني آخر الليل في غرفته، ويسمع أبو حنيفة غناءه فيعجبه ما كان منه. وكان كثيرا ما يغني: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة. فسأل عنه من غد فأخبر بأمره، فركب إلى عيسى بن موسى وقال له: إن لي جارا أخذه عسسك البارحة فحبس وسجن عندكم، وما علمت منه إلا خيرا. فقال عيسى مكرما لأبي حنيفة: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة. فأطلق سجناء تلك الليلة جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى كل ليلة أضاعوني وأي فتى أضاع فهل أضعناك؟ قال: لا والله أيها القاضي، ولكن أحسنت وتكرمت، أحسن الله جزاءك. قال أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس بك ولم أرى بما كنت تصنع باسا. فقال الرجل: أفعل. تأملوا في هذا بيت من الشعر تغنى به فكان سببا في فكاك أسره، فما أطيب الشعر.